السلام عليكم وأسعد الله مساءكم. سجلت لجنة اليقظة ومتابعة البرامج بعض الملاحظات بخصوص بعض اللقطات في مسلسل البراني والذي يبث على قناة الشروق الجزائرية، وتم توجيه استدعاء مباشر للمدير العام لمجمع شروق لتقديم توضيحات بسبب عدة لقطات مخلة بالحياة ولقطات تظهر الممنوعات والمشروبات الكحولية وكذا الإيحاءات الجنسية في شهر المغفرة والرحمة، في انتظار إيقاف أو حذف كل المشاهد المعادية لرمضان أو إغلاق قناة الشروق نهائيا وكل القنوات الجزائرية الخاصة. ودعا ناشط من كل الجزائريين إلى ضرورة حذف كل القنوات الجزائرية الخاصة في شهر رمضان المبارك وعدم تركها في متناول النساء والمراهقات قبل فوات الأوان.